رجعنا 3 جريس 3، رجعنا تاني للجزء. انا عايز اقول حته هنا طبعا ما كناش قلناها في الجزء اللي فات، السجل اللي فات، وهي عباره عن وات از ذا تايم لاين. تايم لاين ده زي ما قلت لك هو خط زمني بيعبر لي او بيعرفني الديفرنس ما بين الباست اند ناو دايز، يعني ايه اللي حصل في الباست زمان واللي حصل في ناو دايز بالنسبه لي الفود او بريسيرفنج فود. ده التايم لاين ده عباره عن ايه؟ It is a tool. Tool يعني اداه. That look like a number line، كانها تعتبر على خط زمني او عددي. That we use، بنستخدمه to understand it. To understand يعني لفهم. The order، ترتيب of events، اللي هي الاحداث in history. يبقى انا هذا الخط الزمني بعتبره كأنه أداة بس بقدر إن أفهم بيها الترتيب الإيفنتس الأحداث في التاريخ. تعال مع بعض كده نشوف الجزء اللي هو بيتكلم عليه في تيك رايت. We use not to understand the order of events in history. طبعا بستخدم إيه؟ التايم لاين. أنا بس أقولها بسرعة كده والناس معايا علشان مش محتاجة إن إحنا نوقف الدنيا كتير عليها ونعطل الدنيا. The timeline look look likes يعني يشبه ايه؟ يشبه طبعا ال number line اللي هو الخط العددي. Not is the oldest way to storing food. هل drawing the sun؟ هل salt؟ هل using fire of heat؟ طبعا انت عندك هنا drawing in the sun يعتبر ده اقل يعني اللي هو اقدم حاجه بالنسبه لي ال preserving food. بعد كده is oldest، خلاص دي قلناها. Space is the newest way for storing food. طبعا هنا احدث حاجه خالص اهو اللي هو الالكتريك ريفرجريتور اللي هي تعتبر الثلاجه احدث حاجه حاليا في استخدام بريسيرفنج فود، هو اهو الكتريك ريفرجريتور. طب which of these ways are using at home for storing food؟ طبعا دراي سان لا، السولت مش قوي، الجار الجلاس جار ممكن، البيكنج دراي جرينز مش قوي في البيت، الكتريك ريفريشر مظبوط، السموكينج ممكن، الزير بوت يعني عندي ممكن استخدم السولت احيانا لما قلنا بنيجي نعمل السولتي فيش، لكن الاكثر انتشارا عندي الجلاس جار. عندك حتى مامتك كده عندها بعض الجارز الجلاس دي بتحط فيها الحبوب بتاعتها، تمام. كمان عندي الالكتريك ريفجريتور، الثلاجه تعتبر برضو واحده من هذه المودرن او الحاجات اللي في البيت بستخدمها في البيت. ثم الزير بوت، وطبعا قلنا بيستخدم برضو في البيوت قديما وحتى وحديثا في بعض الاماكن اللي عندي.